الميليشيات الموالية لإيران المتمثلة بالحوثيين قاموا بهجمات إرهابية ضد الإمارات العربية المتحدة فجر هذا اليوم، ولكن الإمارات كانت حاضرة وكانت لديها ردة فعل سريعة للغاية ضد هذه الهجمات الحوثية. وإذا ما دخلنا في تفاصيل ما جرى، هو كله تم بصاروخ بالستي واحد بحسب وزارة الدفاع الإماراتية، وهذا الصاروخ البالستي هو انطلق من محافظة الجوف، أي تقريبا من هذا الاتجاه، مباشرة إلى عاصمة الإمارات ألا وهي أبوظبي، على مسافة من 1200 إلى 1250 كيلومترا. وهذه المسافة لا تعتبر بعيدة أبدا بالنسبة للصواريخ البالستية، لأن الصواريخ البالستية الإيرانية تصل ووصل مداها بحسب الإيرانيين أنفسهم هي تصل إلى 2000 كيلومتر، وبالتالي ليس لديها مشكلة هذه الصواريخ من الوصول إلى هذه المناطق، خاصة وأن الحوثيين تقدموا كثيرا في مسألة الصواريخ البالستية في السنوات الماضية الأخيرة. على هذا الأساس كان هذا الهجوم خطيرا للغاية، ولكن في نفس الوقت كما تحدثنا الإمارات العربية المتحدة كانت جاهزة بمنظوماتها الدفاعية وتصدت إلى هذا الهجوم الإرهابي عن طريق منظومة مهمة جدا ألا وهي منظومة باتريوت باك 3 سام، هي التي تصدت إلى هذا الصاروخ البالستي ودمرته بالكامل، وهو سقط في منطقة غير مأهولة بالسكان، بالتالي لم يكن هنالك أثرا لهذا الهجوم بأي شكل من الأشكال. المثير بأن الحوثيين قالوا بأنهم لم يقوموا فقط بهذا الهجوم بصاروخ بالستي واحد، لا أبدا، بل أنهم قالوا أيضا عندما تبنوا هذا الهجوم بأنهم استخدموا الطائرات المسيرة في الهجوم على دبي وليس فقط أبوظبي في نفس التوقيت، ولكن هذا الأمر هو ليس واضحا أبدا، ليس هنالك أي وضوح في طبيعة الهجوم بالطائرات المسيرة. ما هو واضح حتى هذه اللحظة على الأقل التي نتحدث بها هو هذا الصاروخ الذي دمر من قبل الدفاعات الإماراتية. المثير بأن الإمارات وسلاح الجو الإماراتي كان جاهزا وحاضرا وقام باستهداف النقطة التي انطلق منها هذا الصاروخ البالستي في محافظة الجوف، وضربوا هذه النقطة بدقة عالية للغاية. إذا ما ذهبنا إلى الفيديو لهذه الضربة لسلاح الجو الإماراتي في محافظة الجوف اليمنية، هي جاءت بهذا الشكل كما تلاحظون، الضربة هذه هي النقطة ضربت بهذا الشكل، وقبل 7 أيام أيضا كانت نفس القضية، هجوم من الحوثيين وردت فعل سريعة من قبل الإمارات العربية المتحدة بهذا الشكل، أيضا ضربوا النقطة كما ترون التي انطلق منها الصاروخ البالستي مباشرة على الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي ردود سريعة جدا من الإمارات تجاه هذه النقاط. المثير بهذا الأمر أنه قبل كل هجوم من هذه الهجمات التي نراها، إذا ما نتحدث عن الهجوم الذي تم فجر هذا اليوم، المثير أن الأوساط الإيرانية كانت تهدد وتطلق التهديدات، نتحدث هنا عن صحيفة كيهان المقربة من المرشد الأعلى الإيراني، هذه الصحيفة كما نرى في هذه النقطة تقريبا هنالك كانت تهديدات بأنه ستكون هنالك هجمات على الإمارات وأن أنصار الله سيهاجمون الإمارات، وفعلا في الساعات الأولى من اليوم الثاني ألا وهو فجر هذا اليوم تم هذا الهجوم بالصاروخ البالستي، وكذلك الاثنين الماضي نفس الطريقة نفس الصحيفة أيضا في بداية اليوم وفي نسخة جديدة لهذه الصحيفة مباشرة كانت تهدد الإمارات كما هو واضح بهذا الشكل، وكان هنالك هجوما من ميليشيات الحوثي. هذا الانزعاج الحوثي وكذلك الانزعاج الإيراني مما يجري من هذه القضية ولماذا يهاجمون الإمارات في الفترة الأخيرة بهذه الطريقة، هي تأتي بسبب التقدم الكبير الذي تحرزه ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة في اليمن ضد الحوثيين. وهذا طبعا إذا ما أردنا أن ننظر إلى طبيعة هذا التقدم الذي تحرزه ألوية العمالقة هو يأتي من نقطتين مهمتين، هذه هي مناطق السيطرة تقريبا بالنسبة للحكومة الشرعية الموجودة في مأرب، هنا مأرب والحكومة الشرعية التي تتواجد فيها، وهذه هي محافظة شبوة التي حررتها ألوية العمالقة، وهذه النقطة هي مناطق سيطرة الحوثيين، وبدأوا مباشرة ألوية العمالقة يتخذون النقطتين كما تحدثنا، النقطة الأولى هي تأتي بهذا الاتجاه من منطقة اسمها حريب وكذلك من مديرية عين، وأيضا من هذه النقطة تقريبا القادمة من منطقة مهمة موجودة في محافظة شبوة.
شبوة ألا وهي بيحان تأتي بهذا الاتجاه متقدمين بهذا الطريق بالنسبة لأدوية العمالقة. دعونا بداية نذهب إلى هاتين النقطتين أو هذه النقطة تحديدا وبعدها ننتقل إلى هذه النقطة لنفهم لماذا تم هذا الهجوم ولماذا أن هنالك تقدما وتقدما كبيرا للغاية. مناطق السيطرة إذا ما اقتربنا من حريب الآن سنلاحظ بأن نقاط السيطرة تقريبا تأتي بهذا الشكل، والحوثيون الآن هم يسيطرون على هذه المناطق ألا وهي جوبة وكذلك هنا ملعاء وهذه ملعاء وهنا هذه عقبة ملعاء طبعا، وكذلك هم يسيطرون على هذه المناطق الجبلية بهذا الاتجاه آملين في عملية الضغط على ما تم تحريره من قبل ألوية العمالقة والتقدم الذي يقومون به من محافظة شبوة تجاه محافظة مأرب. النقاط والتقدم الكبير الذي جاء هو جاء على مستويين، قبل 5 أيام هم سيطروا على هذه المنطقة ألا وهي حريب، دخلوا إلى حريب وسيطروا عليها وطردوا ميليشيات الحوثي بالتمام والكمال. مباشرة بدأوا يستغلون الغطاء الجوي الذي يأتي من التحالف العربي، وكذلك هذه قوات ألوية العمالقة أثبتت الكثير في الفترة الأخيرة وهي تقدمت مباشرة بعد هذه السيطرة وهذا التحرير إلى عقبة ملعاء وقاموا بالهجوم بهذا الشكل، دفع الحوثيين إلى تدمير الشوارع والجسور من أجل منع ألوية العمالقة من التقدم، ولكن ألوية العمالقة لم تتوقف، وجدت العديد من الطرق والعديد من المحاور، هي هاجمت كذلك هذه المنطقة التي ترونها أمامكم ألا وهي منطقة الجفرة وسيطروا على الجفرة وبدأوا يهيئون إلى التقدم إلى مديرية العبدية من أجل بعدها فتح الباب على محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك هم تقدموا أيضا تجاه هذه النقطة وهي متمثلة بنقطة وجبال اسمها آل حمران وسيطروا عليها أيضا بهذا الاتجاه. والنقطة الأهم بالنسبة لألوية العمالقة هم تقدموا بسرعة كبيرة جدا إلى نقطة مهمة جدا ألا وهي نجاد، هذه هي نجاد التي ترونها أمامكم سيطروا عليها تماما، وهذه النقطة لماذا هي استراتيجية؟ لأنها تفتح باب الالتواء على ملعاء التي نتحدث عنها، هم لم يتقدموا بعد تجاه هذه الاتجاهات أو تجاه ملعاء، ولكن واضح جدا من هذا التحرك هم يخططون للسيطرة على مديرية الجوبة من أجل قطع الإمداد للحوثيين الذي يأتي بهذا الاتجاه وبالتالي الإغلاق والسيطرة على ملعاء وتحريرها بالكامل، وكذلك هذا سيؤدي بسهولة وبسرعة كبيرة جدا السيطرة على معسكر أمريش تأمين مأرب تأمين شبوة مع تقدم تجاه صنعاء وتقدم أيضا تجاه البيضاء. وكذلك التحالف العربي إلى يوم أمس بحسب الوكالة الأنباء السعودية أكدت بأن كانت هنالك 25 غارة قادمة من التحالف العربي أدت إلى مقتل 80 عنصرا من ميليشيات الحوثي وتدمير 11 آلية للحوثيين، بالتالي الوضع ليس بخير أبدا، هم ليسوا في وضع مريح بالنسبة للحوثيين، ولذلك وجدنا هذا الهجوم. إذا ما انتقلنا إلى النقطة الأخرى التي تحدثنا عنها والتي أيضا يتقدم فيها طبعا ألوية العمالقة بهذا الاتجاه، مناطق السيطرة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه، هنا نتحدث هنا بيحان التي تحدثنا عنها بالنسبة لألوية العمالقة. الحوثيون هم كانوا أصلا يريدون التقدم من هذه النقطة التي ترونها أمامكم، هذه النقطة هي اسمها قرية غرابة، وكذلك في هذا الاتجاه أيضا الصعديات من أجل التقدم إلى بيحان ومحاولة السيطرة وجعل ردة فعل ردة سريعة جدا من الحوثيين يتقدمون إلى بيحان من أجل العودة للسيطرة وإرباك تقدم ألوية العمالقة من محافظة شبوة، ولكن هذا الأمر لم يستمر كثيرا أبدا، بل إن جبل أشتر هنا جبل اسمه جبل أشتر هم سيطروا عليه العمالقة، تقدموا مباشرة سيطروا على الصعديات وبعدها تقدموا وسيطروا على هذه القرية قرية غرابة التي تعتبر هي أولى مناطق مديرية مهمة جدا موجودة في هذه المنطقة هي تابعة إلى محافظة البيضاء، أي بما معنى أنهم بدأوا أساسا باقتحام محافظة البيضاء في 48 ساعة الماضية، وكذلك هنالك تقدم بهذا الاتجاه بنقطة اسمها عقبة القنذع، أيضا هم يتقدمون بهذه المحاور، محاور كثيرة يتقدمون بها. ولكي نفهم هذه الخرائط التي ألقينا نظرة عليها الآن بالنسبة للحوثيين الآن هم يسيطرون على البيضاء على ذمار على صنعاء
أما بالنسبة لألوية العمالقة وما تقوم به الآن ومما شهدناه بالنسبة إلى شبوة الآن هي تحررت بالكامل، هم يتقدمون بهذا الاتجاه. هنا تقريبا مديرية العبدية التي تحدثنا عنها وهو الذي يفتح الباب للتقدم بهذا الاتجاه على البيضاء، وواضح جدا أيضا أن التقدم من النقاط التي تحدثنا عنها ألا وهي قرية غرابة، هي تقدمون بهذا الاتجاه على البيضاء، وواضح جدا بأن المؤشرات تذهب إلى أن ألوية العمالقة تخطط للسيطرة على البيضاء، فتح الباب على ذمار وبعدها محاصرة محافظة صنعاء، وبالتالي فتح أكثر من جبهة للهجوم عليها من أجل تحرير العاصمة بشكل مباشر من السيطرة الحوثية. فهذه هي باختصار القضية وما جرى في هذا الموضوع. المثير بأن هجوم الحوثيين فجر هذا اليوم هو أيضا جاء بعد ساعات قليلة من زيارة مهمة جاءت لرئيس إسرائيل بهذا الشكل إلى الإمارات، ألا وهو إسحاق هرتزوغ. هو كان موجودا في الإمارات بعد ساعات، شهدنا هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن، وهذا ما عجل بسرعة كبيرة جدا من الخارجية الأمريكية وعلى لسان المتحدث باسمها نيد برايس أن يندد بالهجوم الذي تم بهذا الشكل على الإمارات، ودعم إسرائيل ودعم الإمارات وغيرها. ولكن النقطة الأساسية والسؤال أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تندد فقط رغم كثرة هذه الهجمات من قبل الحوثيين على الإمارات العربية المتحدة وعلى المملكة العربية السعودية. السؤال وعلامات الاستفهام توجه، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرار تجاه الحوثيين رغم كل المطالبات من الإمارات، من المملكة العربية السعودية، بل حتى من دول أوروبية مهمة بإعادة إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب؟ وهذا ما انتقدته مؤسسة هيريتج الأمريكية قبل يومين تقريبا، تحدثت عن هذا الموضوع وانتقدت إدارة بايدن ونصحت بايدن بعدد من التفاصيل. لنرى ما الذي قالته مؤسسة هيريتج هنا. يتوجب على بايدن القيام بإعادة إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب على الفور وفرض عقوبات على المجموعة، ليس فقط لحماية المدنيين الإماراتيين المهددين بمثل هذه التكتيكات الإرهابية، ولكن أيضا لحماية مصالح الأمريكيين والأمريكيين في المنطقة. يعيش ما يقرب من 50,000 أمريكي في الإمارات العربية المتحدة، وهي واحدة من أهم المراكز المالية ومراكز النقل في العالم. المشكلة أن الضغط هو لا يأتي فقط من الأوساط الأمريكية بهذا الشكل، بل إن أكبر المعارضين للرئيس الأمريكي جو بايدن ألا وهو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ظهر بهذا الشكل في ولاية تكساس وانتقد السياسات الخارجية لجو بايدن، واعتبر بأن هذه السياسات الخارجية ستؤدي في نهاية المطاف إلى حرب عالمية ثالثة. هو أشار إلى ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، إلى أطلاقات الصواريخ المتزايدة من قبل كوريا الشمالية وغيرها من هذه التفاصيل. والمثير أن هذه القضية هي لا تجري فقط على المستوى اليمني أو المستوى السوري أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية، بل كان هنالك منظرا مثيرا للغاية ظهر بهذا الشكل على الفلايت رادار 24 فوق الأجواء العراقية. ظهرت هذه الطائرة باللون الأحمر التي تلاحظون كيف هي تدور وكيف تسير بمسارات مطولة لساعات. هذه الطائرة التي ترونها أمامكم هي KC-135 ستراتو تانكر. هذه الطائرة هي الطائرة التي تعمل على الإرضاع الجوي، طائرة أمريكية. عندما تطير وتحلق بهذه الطريقة التي نراها بهذا الشكل يعني بأن هنالك مقاتلات أمريكية تطير فوق الأجواء العراقية، وهذا احتقان كبير يعيشه الشرق الأوسط في ظل مفاوضات نووية لا يعرف أحد إلى أين ستتوجه، وكذلك مفاوضات بين الروس والولايات المتحدة وغيرها من هذه التفاصيل. على هذا الأساس تبدو الأمور في شحن كبير للغاية، وننتظر ما الذي ستفعله الولايات المتحدة تجاه هذا الأمر.